Hello everybody, how are you? Hello boy. واخد المسافه المطلوبه ماشيين بهاند سانيتايزرز معانا الماسكات بتاعتنا فانا متفائله كلمه بقى عن اطلالتك النهارده اجازه ومختلفه ربنا يخليك انا اول مره فعلا البس الستايل ده الستايلست يومنا مصطفى الديزاينر ساره اونسي المجوهرات جلامر والشعر هيثم ذهب والميك اب احمد خالد الفترة الجاية بقى شوية بس لسه واخدة خطوة مهمة قوي في السنين اللي ميرسي بعد كده المفروض ان شاء الله يوم 29 اكتوبر مسلسل نمرة 2 اللي هو بطولتي انا وآسر ياسين ومعانا ممثلة لبنانية اسمها سينتيا خليفة. المسلسل ده هو 8 حلقات بس كل حلقة منفصلة عن التانية بأبطال مختلفين بقصة مختلفة بمخرج مختلف فانا متحمسه ده كان انتاج متعاون بين بروديوسرز وشاهد. صراحه الناس بقى عندها وعي تجاه موضوع الكورونا، يعني بقت بتاخد الاجراءات الوقائيه المطلوبه، الناس بترفع مناعتها، بتاخد فيتاميناتها، فالامور كلها بخير باذن الله. ولازم احنا دايما ندعم الفعاليات الفنيه وندعم الفن عشان الفن حياه، يعني والفن فيه رساله عظيمه قوي، فلازم نبقى متواجدين في مهرجان قيم ومهم زي مهرجان الكورونا.